انا عايز ارجع لك تاني، وكمان معايا نجم من نجوم النادي الاهلي القادمين ان شاء الله، بدري بنون. النهارده يا بدري كان ليه تاثير كبير جدا النهارده، وهدف مميز، روح النادي الاهلي بانت النهارده. حابب تقول ايه على اول بطوله النادي الاهلي بعد غياب كبير جدا؟ الحمد لله، اول لقب لي مع فريق النادي الاهلي، مبروك على جميع مكونات النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله انني احقق كثير القاب معهم ان شاء الله. محطات كبيره جدا ولسه عندنا كثير ان شاء الله. مبروك حبيبي. مجد انا مش هينفع اسيبك، لان الفتره اللي فاتت انا عارف ان انت كنت شغال على نفسك بشكل قوي جدا ومهم جدا، كان ليك دور وليك تاثير، ما تسمعش حد مركز على انا مش عارف اسجل. هو ده اللي انا عايزك تعمله، ربنا معاكم.